مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج السلام يا الكويت عبر شاشه قناه الكويت الفضائيه. مع الوقت ومع تطور وسائل الاعلام والاتصال اللي حولت الكره الارضيه الى قريه صغيره اصبحت عادات وتقاليد الدول العربيه بشكل عام والكويت بشكل خاص مهدده واصبح تماسك الاسره مهدد. ما عاد في ذاك التواصل بين ابناء الاسره الواحده مثل قبل. حتى لو شفنا هالشيء موجود لكن يبقى كل واحد مشغول تلفونا مع مع مواقع التواصل الاجتماعي هالشيء خلينا ننبه بضروره اصلاح النسيج الاجتماعي الاسري اليوم ضيفتنا في الفقره الاولى من حلقه الليله المدربه الاجتماعيه الدوليه الاستاذ عبير الجمعه واللي راح نتحاور معها حول اصلاح النسيج الاجتماعي الاسري استاذ بخير استاذ عبير اهلا وسهلا فيكم بدايه قبل ان نبدا الحوار معك عندنا تقرير نشوفه ونرجع ان شاء الله الى حوارنا خلينا نشوف التقرير ونرجع اسر ظاهرها التماسك والصلابه وباطنها التفكك والتشرذم هذا اصبح حال اغلب الاسر في مختلف الدول العربيه بعد ان اصبح واقعنا منتهك وعاداتنا وتقاليدنا في مهب رياح العولمه التي تحمل الينا العديد من التقاليد الغريبه ما وضعنا في مواجهه مد غربي يهدد تماسك اسرنا لقد غاب الدور التوجيهي والرقابي للوالدين وضعف قيامهم بواجباتهم ومهامهم في تربية ومتابعة الأبناء، كما غاب الحوار والمناقشة والتواصل في الأسرة التي لم تعد تمارس وظائفها المجتمعية كما كانت من قبل في الزمانات الغابرة بسبب التطورات التكنولوجية السريعة وسرعة الاتصال وظروف الحياة العصرية الحديثة. وانتشار وسائل الاعلام المتنوعه التي قربت بين مختلف امم العالم ومجتمعاته هذا الى جانب الخلافات العائليه المستمره بحيث لا تكون الحياه الزوجيه منسجمه وهادئه بين الزوجين وقد يؤدي عدم الانسجام وقصور في ادوار كل من الزوج والزوجه الى الانفصال والطلاق او الهجران وهذا ينعكس اثره السلبي على الابناء وعلى وحده الاسره والصراعات داخل الاسره واختلال الوظائف الاسريه. من هذا المنطلق تعالت الاصوات التي تنادي بضروره الاهتمام بالنسيج الاجتماعي الاسري في مواجهه محاولات طمس الهويه الكويتيه لذا فان هذا التغير السريع في المجتمع يتطلب زياده الواجبات على الوالدين في تربيه ورعايه الابناء لحفظهم من الوقوع في الزلل رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير استاذ عبير اذا نتكلم بدايه ندش على طول مثل ما يقولون في الموضوع من غير مقدمات شنو اسباب التفكك الاسري او تفكك النسيج الاجتماعي يمكن احنا عارفين النسيج الاجتماعي هو تشابك يعني كانك تتكلم عن حلقه متكامله وهي الاسره شنو اسباب التفكك اليوم من وجهه نظرك يمكن انت من الناس اللي يحذر بشكل خطير ان التفكك الاسري وصل الى حاله لازم لازم تتعالج لازم لان الوضع مو مو بسيط انا اقول لك يعني احنا ما نقول اه شنو هو تفا احنا نقول من متى واحنا نتكلم في هذه المشكله لو تبي تلاحظ يعني كلمه تفكك الاسري هذا مم. حتي لو تلاحظ ترجع سنين واحنا نتكلم كلمه تفكك اسري نسيج اجتماعي ولكن في بالذات الحين مع الاولمه الجديده زاد هذا التفكك بشكل بدا ملحوظ لدرجه انه ما نقدر نسكت <applause> لان المخرج ماله قاعد ينعكس يعني قاعد ينعكس اثر عكسي الى مؤشرات خطيره مستقبليه <applause> مو الحين فانا أساس إحنا نقول نسيج الاسره شنو انت تبى تطالع استقرار مجتمع تروح ترجع حق الاسره لو تلاحظ انت لما تي اي شخص دائما يردون على شنو شوفوا تربيته وين داخل الاسره <applause> كل ما واحد قال اسره اذا انت ما تقدر تعيش بروحك احنا ليه متى بقول كل الاسره لابد ان في هناك عوامل اثرت على هذه الاسره حتى يمكن الماده الثانيه بالدستور الكويتي الاسره هي كيان المجتمع اساس المجتمع وهذه هي انت تبي استقرار مجتمع من الاسره متى ما استقرت الاسره من الناحيه الاجتماعيه ال ال النفسيه العاطفيه استقر المجتمع لان ما صار في هناك المؤثرات اللي تاثر على العقل تلاحظ نوعيه المشاكل يعني انا كوني كناشطه اجتماعيه دوليه بغض النظر اراقب واحلل من الجانب النفسي والاجتماعي واللي خلاني ادقق واراقب لان احنا في يوم من الايام انا مريت في هذه التجربه. كلنا اكيد مرينا في حاله من الحالات النفسيه وتدري خلافات كنت اراقب تدري الاول كانوا ما عندهم ما في عندهم بيت يخلى من المشاكل ما في بس شنو كان انت لو تشوف سياسه اول ما عندنا بنت تتكلم سكتوا ما عليه تحملي كانوا يطبطبون <applause> الى ان وصلنا لهالوضع اللي انت الحين شفنا فيه ما تطبطب ما عاد ينفع خلاص. ما عاد ينفع قبل <applause> كانت تطبطب على الاقل ما في مؤثرات دخيله مثل <applause> العولمه مثل ما قلت لك الايفون الايباد الحين لا الحين ما فيها شيء اسمه تبطب الحين فيها شيء اجباري انك انت تحط خط احمر يعني التربيه بروحها مو انا قاعده اشوف امهات وابهات يربون عيالهم احسن ويوفرون لهم كل شيء مع كل هذا العيال في عندهم سلوكيات منحرفه والسبب شنو مو من الاسره م -م. خارج, خارج الاسره, الأسرة. أي. المجتمع احنا المجتمع كنا. اللي خلاني اكثر اني انا الربع تغ... اليوم يخربونك ممكن حتى التليفون يخربك الحين اللي صار الحين مو الربع اللي صار ان التليفون العن من رفقه السوء التليفون بروحه ما عنده صداقات ما عنده احد قاعد بالقرفه ساك على روح الباب بس تدري ايش قاعد يسوي صحيح قبل الكمبيوتر تبي تراقب ايش تبي تراقب مم. قبل في على قولتك برنامج وبالصاله الحين ما في قبل تليفون بالصاله الكل قاعد الحين لا الحين صار الكل العالم يعني كله عنده بجهازه بروحه وما تقدر تمنع حتى صحيح. الحين الجيل الصغير يقول لك انا ابي ما تقدر تمنع المشكله انا ما قلت هناك مؤامره لضرب النسيج الاجتماعي قاموا يضحكون عليك قلت يا ناس انت قلت في مؤامره قلت ليش ليش انا اقول لك اللي صنع الايفون شنو حط من برامج زين روح انت نزل برنا... برامج التليفون راح تلاقي برامج دخيله مه. تسحب الشخص قصبا عليه انه يصير تدري فينا فضول مه. شنو هالبرنامج شير شيء شير شيء وتخيل لما يكون عنده نقص عاطفي داخل بيت ثقافه حوار معدومه طبيعي من الطبيعي يبحث عن النقص اللي عنده خارج البيت. زين. عاد شوف انت هو وحظه. هذا من اكثر اسباب الخراب تقصدين. في هذا في احد احد الاسباب. احد مم. الاسباب. بس يمكن اكثرها. هو اكثرها هذا احد الاسباب. مم. في الاسباب الثانيه احنا نقول وسائل الاعلام. اي قبل كنا على تلفزيون الكويت من 10 الصبح ل 10 الليل وسائل الاعلام شوف من كثرة المحطات برامج هذا يعني جزء شوف اذا بترجع على ايامي وايامك كانت في برامج ثقافيه مم تتذكر اللي يحطون حتى المسلسل, المسلسل كنا نستفيد منه قبل تستفيد منه معلومه حلوه قبل وثقافه حلوه اخلاق حلوه اليوم شوف لاحظ المسلسلات كان يحطون قيم لاحظ كانت تتذكر يمكن هذاك الريال شايب اللي يحط كان ايه قرانيه ويستدل فيها من الناحيه العلميه كخليه هذا انا ليه الحين شوف ابحث دائما احب اشوف يعني آآ آآ يعني ورينا دلاله بالقران الكريم شلون عليه فهذا علم <applause> الحين شنو تشوف؟ انا اتكلم عن ظاهره سلوكيه اتفاجئ في احدى المسلسلات حاطين كوبي كانه يقولون عافيه عليكم وشجعون اذا احنا ما بدنا نسوي يعني ما سوينا شيء هني آه. صارت مشكله رقابه على نوعيه المسلسلات ما في نوعيه حتى البرامج صارت الناس لدرجه من كثر الهوس انه خلاهم اقتلوا المبادئ والقيم هذا هذه ال ال الاشياء التي تكلمنا م. عنها الحين سواء تليفونات او وسائل الاعلام شنو ممكن يهدم الاسره اليوم بالاسره داخلها يعني يمكن هذه العوامل الخارجيه نقدر نقول لكن اذا بنتكلم عن عوامل داخليه داخل الاسره شلون ممكن اليوم هذا النسيج الجميل لأسرة مستانسين عايشين حياتهم سعيدين صرنا نفتقدها اليوم بشكل كبير إلا ما قل صراحة إلا ما قل شنو أهم الأسباب لهدم هذا النسيج من داخل الأسرة نفسها أنا أقول لك أنت لما تي أنا أنا ما طالع الصغار أنا أرجع حق الكبار اللي هم الأم والأبو الصغار ضحايا دائما هم ضحية وأنا بأرجع لهم أهمة لأن أنا دائما من نوعية المشاكل لما تيلي أنا ما أطالع اللي صاير انا طالع ارجع حق الشخص نفسه <applause> ارجع حق حياته هو شلون عاش؟ شنو نوعيه الافكار اللي كان يتلقاها؟ <applause> من وين؟ وشلون تاثرت وشون تغيرت؟ الاقي اهم شيء اللي هو دائما شنو اقول انا؟ الفكره تتحول شعور سلوك. تعال شوف نوعيه الفكره ان كانت سلبيه ايجابيه، نفس شلون انا اثق ان ان المراه ما لها كلمه في البيت. الولد لما يشوف الابو يزف الام قدامه يلغي الاحترام م -م. الولد شنو تتبرمج عنده فكره عادي يقوم اوه يبادر بعد يزف عادر. لا وحياتك يبرمجها هني موجوده هذا الولد يكبر بيتزوج يعامل الزوجه نفس ما ابوه كان يعامله ليش؟ لانه صارت عنده برمجه غلط يعني اللي يبرمج العيال الاهل فلما تي الام مثلا تتطاول او تعصب او يوم مثلا ابوه يزعل ما تراضي هم دائما يشوفون يعني ما قاعد يشوفون شيء زين يشوفون شيء سلبي يمكن يعني. انا في احدى المحاضرات اللي كنت اعطيها اللي هو ثقافه الحوار في الاسره كانوا موجودين في من تنميه المجتمع نعم. فسالتهم سؤال يمكن هذا السؤال ما حد توقع اني انا اساله يعني سالت واحد من الابهات قلت له انت ايش كثر تحضن ولدك باليوم؟ زين ولاي عمر؟ عشان ابين لك اهميه التواصل من ناحيه الشعور. طبعا انسى لصغير سنه سنتين او اربع سنين صار ريال ما يحضنه يخليه يولي خلاص اي لا انا كان لي مغزى من السؤال قلت له ايش كثر تحضن زوجتك قدام عيالك بالعلاقه الاسريه السويه ايش كثر تتكلم كلمات احترام وحب قدام عيالك حق الزوجه مو مجامله تعطيهم نموذج على, على قولتك إيه اللي يدش بالراس وهنا الاشكاليه تخيل طول اليوم يشوف الاب معصب والام معصبه هذا يتقدى يقعدون كل واحد ياكل بسرعه بالغرف تقدر تقولي شنو قاعد يتعلمون وين ثقافة الحب؟ دمار هذا ما في دمار ما تعلم يحب اقول لهم تبونه لا يصير لكم يعطيكم الحب ما تعلم انتم ما علمتوش شلون يحب الحب عندهم اجباري 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 لكن انت ما علمت الطفل شلون يتعامل بالحب شلون يحترم لما يشوف صريخ يسمعون بس سب مسبب وهواش وما بيك وكلام بلحظه غضب وانت تدري لحظه الغضب كل شيء يطلع من سلوك تقدر تقول لي الطفل شنو قاعد يتبرمج؟ هذه البرمجه اللي قاعد تقول عنها الخاطئه اللي تعيش معاه حتى لقدام في حياته مستقبله مع زوجته هذا هو انت لاحظ المشكله تتكرر على شكل اوسع واكبر مع المستحدث الاشياء المستحدثه تقول قبل كان ما يطلعون في البيت تقدر تسيطر الحين لا الحين في طلعه في روحات في ايات اذا انت باتت صعب جدا انت تسيطر عليه <applause> انا اقول دائما لما نتحكى بالذات مع الربع نتكلم عن التربيه واليهال والعيال اقول لهم هذا الجيل اليوم اللي احنا قاعد نربي عيالنا فيه اتوقع انه يمكن اجرنا ادبال 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 عن الناس اللي قبلنا لان الوضع اليوم يختلف فعلا بشكل رهيب اليوم انك تربي ولد واحد مو الثلاث ولا اربع هذا يعتبر انجاز اذا يطلع هو صاحب اخلاق وانسان محترم أخلاق. يفيد المجتمع شوف اول كم ياهل في البيت عشرة هذا اي وايد داعش الحين شوف واحد اثنين وتعال شوف معاناة الاهل حتى الحين خصوصا في الفترة الاخيرة في الامتحانات لا تشوف النفسيات ادق يعني جد جد والله يعني شيء وصلوا ان الاهل صار عندهم هم وعبء كبير على الاسرة هاي دخل ثاني ترى الدروس الخصوصية احنا درسنا ما كان في دروس خصوصية الحين تخيل قاموا يبون دروس خصوصية ويحط وها يمكن بعد ينجح ويمشي بالدز احنا اباء يعني وامهاتنا حتى اميين لا يقرون لا يكتبون واحنا كنا متفوقين كلمة بس ولا حد علمنا مها ترى هذه الاشياء ترى انعكاسها على المجتمع بدليل شوف لاحظت قبل لما كانوا يقولون فعلا الزواج تكافؤ من ناحيه المستوى التعليمي بالفعل بديت الحظ اكثر المشاكل أي حق اي شريحه؟ أي شريحه المراه المثقفه اللي مثلا ماخذه نقول دبلوم واللي ضال على متوسط، طبعا قبل ما فلح هذه اكثر شريحه ممكن تصير مشاكل لا ما ما فلح دش الجيش تدري دش الجيش اسهل لك لان اي مكان يقبل الجيش متوسط لكن تعال شوف في بعضهم صح بس لكن في بعضهم ذكي طور من نفسه العمليه ما باتت شهاده باتت هني بالفكر اذا اذا المقياس ما صار شهاده صار اني انا شلون شلون ابي احل مشاكلي وانا ما ضال على نفس نمط التفكير هذا جزء المجموع اللي يقعد معاهم اللي نفس الفكر الصايعين انا اسميهم الصايعين ضايعين اللي ما عنده حتى هدف مستقبل لما انا اقول له انت كاب شنو هدفك في الحياه ما يدري انت يا ام شنو هدفك ما ادري شلون انت بتربون عيالك يمكن اكثر شيء غيب اليوم عن الناس وعن الاسر موضوع التخطيط ما اعتقد انه في اسر اليوم الا ما قل اللي يفكر انه يخطط فعلا لحياته وحق عياله المستقبل لكن استاذ عبير في ظل هالكلام اللي تكلمنا بالبدايه شلون اليوم نقدر أه لم عيالنا بالذات اليوم انا اتكلم يعني وايد يهمني موضوع الاطفال الصغار لان هذيل دائما هم ضحيه في حال صار أه تفكك اسري صار الطلاق اكثر اللي تضرر يمكن الام تتزوج يمكن الاب يتزوج هذا اللي تضرر اللي حال طيب شلون اليوم نقدر نحتضنهم انك طريت سالفه الطلاق انا بنبه بقول نقطه مهمه جدا عشان الكل ينتبه عليها الطلاق الحين من وجهه نظري انا كله غلط ليش؟ كل غلط؟ اي ليش؟ انا اقول لك ليش؟ قصدك اسبابه يعني ما مو صحيحة؟ انا اقول لك الحين ليش؟ جايتك لان هذا كتحليل ضليت اراقب بس عشان استنتج هذه الجمله. زين. انت لما نين الحين اكثر حالات الطلاق لما تيم شنو؟ بفعل, بفعل الغضب والالم. طالما ان انت متالم ومعصب اذا انت ما راح تشوف اي شيء قدامك مغيم. صحيح. فتلغي كل الاشياء الزينه. فوق... فقرار الطلاق بناء على الغضب اذا انا من وجهه نظري هذا الطلاق خطا لان انت لاحظ لما يطلق عقب ما يرتاح يفكر يرجع عقب ما يرتاح فاصلاح ذات البين الجزء اللي حطوهم مهما مهيئين في عمليه التوفيق فهذه بحد ذاتها بدال ما يحلون يزيدون من المشكله لما يجي شخص يتكلم بيشتكي انا بدل ما اساله شنو الاسباب ليش صار المشكله انا اساله انت ايش فيك أنا ما طالع المشكلة، طالع الشخص نفسه، لأن نعم. هذا كله سلوك، كله نابع عن هو سلوكك الداخلي معكوس بتصرفاتك، نعم. أفكارك أنت، أنت قاعد تتعامل مع فكر، أنا قاعد أتعامل يعني الزوج والزوجة يتعاملون بأفكار وشعور، ما قاعد يتعاملون في تربية، هذا هني أفكار، شنو أنا نظرتي تجاهك؟ طالما أنا أحمل في مسبقة في شغلات، فعلشان تحل مشكلة لازم في شيء اسمه قرار، ونقطة ثانية الاعتراف بالخطأ. أنا دائماً أقول هذه الجملة، الاعتراف بالخطأ قوة. يعني إذا الرجل أخطأ واعترف قوة, قوة, قوة عند اللي يفهم قوة اللي يفهم صحيح وعدم, وعدم الاعتراف شوف وعدم الاعتراف بالخطأ إذا معناته دليل على استمرارية الخطأ. وضعف للشخص نفسه، لما أنا لما أكون غلطان وأعترف أني غلطان بالعكس مثل ما قلت هذه قوة وموضوع الغضب يمكن وايد من الحكماء قبل قالوا إذا غضبت في الليل فاتركها للنهار، وإذا غضبت في النهار اتركها للليل لأن في هالحالة أنت لا تتخذ قرار وأنت غضبان وانت زعلان هذا انت بس اذا اذا كان في مؤثرات الغضب زياده يشحنونك يوميا هذا شو تسوي فيهم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم مم. لما يلا شخص يسال يقول له انصحني يا رسول الله نصيحة يا ثلاث مرات ويردد له وياكد له لا تغضب يقول لما رحت ويعني فكرت فيها ولفيتها براسي عرفت ان كل شر في العالم نتيجه الغضب ففعلا والألم. شوف الغضب مم. نابع من الالم شوف انا لاحظت في يمكن من اسباب اللي هو التفكك الاسري الالم ودرجات الالم عاد تشوف كل واحد ومدى قدرته في تحمل الالم نعم. هذا راقبته سواء من من الاطفال نفسهم كمراهقين بدافع الالم مم. لان في عنده اعتقادات خطا اعتقد لما الأم مثلا زفني ولا ابوي يطقني ابوي ما يحبني فيتالم ويحمل هذه الفكره معاه زي. مع ان الاب يحبه بس من خوفه عليه شوف عمليه التواصل بالافكار بالحوار نفسه ليش قلت لك ثقافه حوار هذه ما في ثقافه حوار الابو تربى على نوع الشده فطبيعي بيصير نوعيه كلماته قسوه نعم. عرفت شلون ما قدر يحتوي فهو من وجهه نظره من خوفه بدل ما يحتوي خوفه تخيل انا دائما اقول له انت الاب ناقص لانه مضغوط وهنا ال 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 الولد ناقص لانه الولد يعاني شو يصير فيهم تنافر فلازم واحد فيهم يكون زائد ايجابي فشلون قبل لا تجي تحاسبون العيال انا دائما اقول ارجع حق الكبار لازم اول شيء ابدا انا لما يجون يشتكون من العيال اقول له انسى العيال الحين انت اول لان انت العمود لازم انت بروحك مو قادر تسيطر على احساسك بالذات هذا اللي يمشي برايك المفروض الياهل الصغير يمشي برايك لكن يمكن موضوع وايد حلو موضوع ثقافه الحوار وهل افتقدناها اليوم؟ جدا آه وموضوع حتى تاثير ال هذا التفكك في النسيج على المجتمع بشكل عام راح اخذهم معك ان شاء الله بعد الفاصل فاصل مشاهدينا وراجعين جانا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع حوارنا الأستاذ عبير الجمعة وهذا الحوار الشيخ أستاذ عبير قلنا عن ثقافة أو لغة الحوار هل اليوم لغة الحوار معدومة عندنا ويمكن هي إيه تكون من أسباب ما أقول معدومة بالمرة يعني لكن بشكل عام يعني نسمع دائما عن موضوع أن انعدام لغة الحوار الحوار الرزين اللي ممكن يوصف في الانسان الى نتيجة هذا من الاسباب حتى المشاكل الاسريه والتفكك اليوم انت داخل الاسره وين قاعد ينعكس؟ خارج البيت انت بتتعامل مع ناس افراد فاي سلوك منك يبدر خطا هذه امه ما عرفت تربي عدل. شوف يردونك لنقطه البدايه. هي عمليه كلمه ثقافه حوار شنو؟ مو اني انا ابتسم واتكلم لا ثقافه الحوار تكون فيها نوعيه الكلمات المبنيه على الاحترام. خلينا على البيت بالاول، الاسره نفسها. هذا أم نوعيه الكلمات اللي شلون تقول في مبنيه على كلمه احترام <applause> يعني على ابو ثقافه حوار وعلى ابو صريح وينسى اللي قدامه ان هذه ام او هذا ابو ويتجرد ويلغي ادوارهم على ابو شنو ان انا ثقافه حوار وصراحه هذه اشكاليه <applause> ثاني شيء كل الطرفين سواء الاب والام او المقابل العيال بين الاثنين في جزء مفقود ما بين الاثنين اللي هو فن الانصات فن الانصات أي. ما حد الناس ما قامت تسمع ما, ما, واحد فيهم يسمع للثاني طالما ما تسمع طالما انا ما سمعت ويبني فرضيات انا ادري انت سويت كذي سويت كذي عشان كذي عشان بناء على مواقف سابقه على على صور هم مخزنينها بسوالف خارج البيت يعني من الناس يسولفون تتخزن لان انت بالنهايه قاعد تخزن فيتعاملون في هذا المنطق في النهايه يكتشفون ان كل اللي قالوه غلط بعد التجربه دائما انا اقول لهم انت ما عشت تجربه، انت حطيت فرضيه، شنو دليلك؟ فدائما اقول اعتمدوا على الدليل، شنو الدليل اللي انت قلته صح؟ ذبح الناس سوء الظن اليوم، سوء الظن حتى بالنسبه للاسر ما نتكلم بعد عن سوء الظن آه خربت علاقات، دمرت بيوت، مم. كرهت ام بعيالها، زوج بزوجته، بسبه شنو؟ يقولون وقالوا قلنا انا في اليه اعلمها الطلبه هذه. شنو تعني لك هالحركه؟ بين الحق و... <applause> أحياناً آه يعني اياها يعني لو مو قالت لك اياها اللي <applause> هو ما بين الحق والباطل اربع اصابع نعم صحيح. احنا احيانا نبني قراراتنا على سمعنا واحيانا شفنا واحيانا تسمع وتشوف لكن ما تعطي الطرف الاخر فرصه انه يثبت يا ريت على يا ريت على سمعنا وشفنا اليوم على قالولنا او اعتقد ان انت سويت هالشيء عشان هالشيء الفلاني قول له شنو دليلك؟ مم. اعرفك على طول عليه قول له اعطي دليل اعرفك هني الإشكالية فدائما هني أنت شنو صار لقب ظالم عشان تي ترى أكثر عدم توفيق في الحياة الأسرية أنا دائما أقول إياكم والظلم تبهوا من هالنقطة ترى مو تي تقولي والله ما أدش فيني يلا ليش ما وفقني لأن أنت تدشين باب الظلم من غير ما تشعرين ممكن تظلمين عيالك تظلمين زوجك هذه أكثر الأزواج هذه ما بين الزوج والزوجة إي لانه كان قبل مسكين صارح على سوالفه اول مراهق. مه. ان انمسكت عليه، خلاص انت كذي انزين ريال غير صار للزين صار للاحسن ابدا ونفس الشيء والعكس صحيح. يمكن حتى لو ما عنده يعني من هالسوالف لكن يمكن مرات الخيال يرسم والشيطان يدش والله رفقه السوء يا يعني اذا شافوا شخص مستقر في حياته يشيشون المراه على الريال او العكس صحيح. وايد بيوت اختربت على سبه شنو؟ لان انا كافي بيتي مختلف ايش معنى هي مرتاحه هذا المفروض ما يفكرون فيه هذا الحسد اي زين خلينا نروح مثل ما قلنا قبل شوي المجتمع تاثير هذا التفكك في النسيج الاجتماعي على المجتمع بشكل عام شنو ممكن يكون تاثيره استاذ عبير تاثيره خطير جدا شلون اكثر ما تتوقع يمكن انا هذه اقولها وانا على يقين في داخلي من كثر ما قاعده اشوف المؤشرات المستقبليه وخطورتها على عيالنا، يمكن احنا انا وانت موجودين باكر احنا مو موجودين. <applause> نقدر نحميهم لفتره والى متى. فالكل اب عايش في حاله من الخوف، هل انت ضامن مستقبل عيالك يقول لك لا، ليش؟ عايشين بخوف، شلون عيالنا اذا احنا الكبار قاعدين نحاول نحميهم شلون باكر امه يحمون نفسهم لان اولا ما علمناهم ثاني نعم. شيء الظروف البرة المجتمع قاعد يخليهم تتكون افكار دخيله على افكارنا اذا تبتين تتكلم على النسيج يمكن هذه انا لاحظتها في آه لما كنت اروح سلطنه عمان قعدت اطالع نشاطك كبير بسلطنه عمان يعني دائما نشوفك في المؤتمرات هناك شلان. جدا قاعده اراقب اللي احنا نقول هذه الدوله اللي ما لها حزب قلت خليني أشوف خطاياها الى الان محتفظين عندهم العادات والتقاليد الى الان عندهم الترابط الاسري قوي جدا ما شاء الله يعني حالات الطلاق بنسبه بسيطه جدا طبعا هذولا اللي اللي يصير يتزوجون صغار مو متعلمين لكن انا اتكلم عن المتعلمين تعال شوف الرجل لازال يحافظ على المراه ويحترمها ويساعدها من بساطه المعيشه ما في المراه مو متطلبه ماديا لدرجه أنه يعني تلاقيهم كل طول ما تروح تلاقي كذي ليش ليش انا اقول لك عندهم هناك العماني يمكن ينحدون بالاصابع اللي ماخذ اجنبيه مم. مو خليجيه اجنبيه ها. كل شيء حب يبي يغير غير العمانيه خليجيه وينعدون حالات فرديه يعني ما هي حاله اللي ظاهره مثلنا احنا احنا تعال شوف شنو عندنا تزوجوا من الجاليه الاسيويه وتخلط علينا ثقافات دخيلة على ثقافة المجتمع الكويتي نعم وتكونت أفكار دخيلة علينا بانحرافات سلوكية خطيرة وقاعد تشوفون يمكن الحين والواقع قاعد يكشفها الحين بالعلن والمؤثر قلت لك البويات الـ 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 الشوات غيرهم وغيرهم وغيرهم هذا كله لو تجي ترجع راح تلاقي الجانب الاسيوي ثقافات نعم. الخارجيه هذه مشكله مشكله وغير الشغلات اللي ساعدت في تفعيل هذا الدور <تصفيق> <تصفيق> انتشار المخدرات بشكل رهيب بسبب لا شنو لانه ما عنده هدف معنى الام ترى اهلا مفر لك كل شيء بس لانه هو شخص في الم الالم احيانا ما يكون من البيت يكون خارج البيت <تصفيق> <تصفيق> يكون ضحيه اصدقاء سوء يكون ضحيه مثلا سلوك معين ما عرف يتعامل معاه لانه ما تعلم تخيل في البيت مثل ما قلت ان عدمت ثقافه الحوار شو انت تتوقع يمكن قلت آه موضوع ليش آه زيارات كثيره لمدارس واللي طلبه وطالبات تقعدين معاهم وتناقشين معاهم وتحاورين معاهم تسمعين منهم يمكن أشياء صدمتش آه في اشياء صدمتك بعد في, في زياراتك تو قلتي أن مثل هذا اللي يدش في المخدرات او غيره يقول لك ما عنده هدف هل اليوم انت من ضمن من ضمن الحوار مع الطلبه والطالبات في المدارس في طلبه قالوا لك احنا ما لنا هدف بالحياه انا اسالهم سؤال واحد اللي هو ليه كبرتي بتتخرجين شنو التخصص اللي انت حابته ها ما ادري هذا المتوسط ثانويه ما ادري علم منو اللي يدري ما ندري ما ندري قلت لهم زين تطالع هذا تقول ها مهندسه ما شاء الله زين مهندسه وين الخطه عشان ابين لك يتخرجون حتى طلبه الجامعه على فكره انا حللت لهم يعني مم. رحت وقعدت وشفت شفت التحصيل حاصل يا بس ابي اخلص تخصص اي شيء المهم ابي وظيفه عشان اشتري لي كماليات اللي هي سياره ووظيفه باتت الهدف ما زين وين هني؟ المخ وينه؟ وين الفكر والدليل؟ تعال شوف ليش احنا ميتين يو ولا ما ناكل شوف الانستغرام كله اكل ولبس ليش؟ وين الفكر؟ مم. هذا ترى هاي ثقافتنا اليوم صارت أي عيالنا يعني أي شبابنا وبناتنا روح شوفهم انت بس. انت راقب كله اكل ولبس كب كيك وما ادري شنو صرنا مشروع كويتي وافتخر قبل كنا نقول كويتي وافتخر لانه كان في انجاز الحين اعطني انجاز اعطني انجاز حقيقي وانا اسكت لا تعطيني شغلات الكبيرة. حتى المجموعة الشباب التطوعيه لما قعدت معاهم والله مساكين يعورون قلبي عندهم طاقه لكن كان ينقصهم خطه واضحه باتوا عرضه حق الشخصيات الاكبر اللي يستغلونهم يستنزفون طاقاتهم والصدمه لما تحوشهم الصدمه يوقف فشوفهم صاروا كل واحد بروحه تشوف احنا اكثر اقول متوحين كلكم نفس الهدف ونفس الهدف ليش مشتتين ليش مو كلكم يا بعض لا انا بشتغل بروحي عشان انا اللي ببرز وانا اللي بطلع اوكي كلكم بنايه حق الدوله بس الشباب يعني بهذا العمر بالذات المراهقين نتكلم عن المتوسط الثانوي مو هذا الواقع واقع حياتهم كشباب مراهقين في هذا العصر وهذا الزمن موضوع الكماليات السياره الاكل اللبس مثل ما قلت قبل شوي مو هذا واقعهم ولا المفترض يكون واقع غير المفترض ان هذا ما ياثر على شخصياتهم وسلوكهم وياثر على حتى اختيارهم في زوجاتهم وازواجهم ويصيرون عبء على الزوج كلامي صح ولا لا ما يصيرون عبء على الزوج أي؟ الزوج يعني انت عارفة انت قبلتي, قبلتي في الزوج في البدايه حطيتي شو لكن بديتي الحين انا قاعده اقول لك للاسف في جزء منه جانب التدريب التجاري بدال ما يكون يصلح دخل خط عرض فتت هذه الاسره قال شنو والله ابحث عن ذاتي وكان اكتشف ان زوجي ما يناسبني فكريا مو هو الشخص اللي انا عشت معه شو اللي مطلوب اليوم هذه البنت وهذا الولد في هالعمر شو اللي مطلوب منا عشان يحصل الاختيار ويطلع بالعقليه الصحيحه اللي له يكون في هدف كوي. طالما شوف طالما حياتك خاليه من هدف حقيقي مربوط في ذكر الله سبحانه وتعالى الهدف علشان يستمر يعني اغلبهم حطش والله انا بصير مهندس اوكي قلت له صرت مهندس خذيت ماجستير خذيت دكتوراه خذيت اللي اعلى مرتبه وبعدين وقفت زين بس طالما اني انا صرت مهندس علشان انا اساعد فيه الناس المستضعفين اذا الهدف مستمر شوف من انت حصلت شقين حصلت اجر من رب العالمين فوق هذا كله انت قاعد تمارس لان انت قاعد تتعلم حب العطاء الحقيقي من غير مقابل احنا الحين صار عطائنا كله مقابل عشان اطلب منك شنو شنو لي طغت الماده يعني وهذا غير الماده بغض النظر اي ماده انا الحين لما ابي اطلب منك يلا شنو لي لاحظ اسال يا شنو بتعطيني <applause> هذه مشكله ما تعلموا يعطون حتى الياهل اليوم بنجح شنو هي المشكله ما تعلموا ان يعطون لله لازم مربوط في شغله معينه اذا متى يعطي لله هذه مشكله ترى والله عاد اللي ما يعطي لله ترى والله مشكله خطيره لان ما تعلم يعطي فاذا انا تزوجت اذا ما راح اعطي زوجة ما راح اعطي يال وراح اكون انا نفسي انا اولا نعم اي زين في برامج توعويه وايد نشوفها بالكويت، انت قاعد تكلمين عن وضع يعني خطير جدا في هالموضوع، النسيج الاجتماعي والتفكك اللي موجود. يمكن الكويت من اكثر الدول اللي قاعد تصير فيها مؤتمرات وانشطه خاصه بالاسره آه وتصير اجتماعات ولجان وكلام. في ظل ومخ... هذا كله احنا نعاني سيفر. من هذا الوضع، ليش؟ في خلل؟ في خلل شو الخلل؟ انا اقول لك شوف انت انت تبي دول في مكاتب استشارات عندنا حين. انا اراقب شوف وايد مؤتمرات عندنا وعندنا شغلات توعويه وعندنا وعندنا, وعندنا ويقطون فلوس اوكي اعطوني نتيجه حقيقيه على ارض الواقع ما في شيء مجرد طرح اذا وين حل مشكله احنا ما نبي طرح احنا نبي اليه تنفيذ انتهى حن... احنا الحين في زمن تنفيذ خلاص باتت الحين في مشكله اذا انا بقعد بحط استنتاجات وبحط فرضيات والمفروض كل واحد ناطر الثاني بادر اذا وين المشكله وين الحل؟ وين الاستقرار ما في استقرار شوف كل ماله الحال بيصير بالنازل مو بالصاعد والدليل شوف نسبه الطلاق كل مالها بالزياد انا دائما اقول ما شاء الله احنا عندنا اكثر دوله عندنا ما شاء الله المدربين ما التدريب حق الشغلات تنميه بشريه تنميه بشريه اللي هو انسان ها انا يا <applause> كثرهم وتعال شوف برمضان لما يسوون غبقه المدربين تعال شوف الكم الهائل شيء صراحه عيون تنبهر تعال شوف المخرج طالما ان عندنا هذا على الاقل اتفه امر ينعكس في على المجتمع ثقافه حوار زي. ثقافه حوار ما بيني وبينهم احنا لا قاعده اشوف اثر عكسي تدري انه وصلوا كنا انا اقول هذا الموضوع وصلوا الى الالحاد اعوذ بالله والله العظيم لهالدرجه انا قاعده اقول لك اللي انا قاعده اشوفه قدام عيني دخلت علينا مفاهيم دخيلة على على احنا كمسلمين ودمرت اشياء وايد بدأوا يشككون في الدين الاسلامي وين وين دور المؤسسة التعليمية اليوم؟ بالذات احنا لما نقول التربية والتعليم يمكن التربية قبل التعليم وين دور المؤسسة التعليمية وانت يعني ليش انشطة كثيرة وقاعد تزورين مدارس وقاعد تقدمين محاضرات هناك انا اعطي اعطي شوف يعني انا انا لو علي انا زي لو يعطوني الضوء الاخضر وحياتك اسوي لي جدول كل شهر أديش المدارس كلها احتوي الطلبه وهذا دائما اركز عليهم لان بالفعل اشعر فيهم في مراره الالم محتاجين بس توجيه ش... شنو محتاجين الطلبه صراحه انا اقول لك محتاجين احتواء في البيت احنا نقول اذا حطينا سالفه تفكك اسري كطلاق مو مشكله انا اوقف على كذي في المدرسه الأخصائي هذا الشق اللي انا قاعده عيته وانا اتكلم الاخصائيين شنو اللغه دورهم الحين؟ مو اللغه موجودين ما يدرون أن الله قاطعهم بس ما اللغه الدور اقول لك يعني مو ما في نشاط اصلا في اخصائيين وفي نفسيين بعد ترى ها؟ اه في أقول له اي, اي والله في ثنتين حق مدرسه اسالها اقول لها انت يا الاخصائيه بالنهايه انت انسانه طالما ان انت مو قاعده تحتوين نفسك شلون تبين تحتوين هالطلبه وتسمعينهم؟ انا لما اشوف المدرسه لما يقولون لي الطلبه يتطاولون على المدرسات قلت خليني أراقب أشوف وين السبب وأقعد طبعا أنا أشرط عليهم إنه يبولي أسوأ طلبة عندكم اللي أنتم تحسون إنهم إنتم وقاعدين تسيطرون عليهم لسلوكياتهم وشيطانتهم <applause> أعطوني وما حد يكلمهم خلوني أنا طريقتي أكلمهم أنزل لمستواهم وأكتشف هم عندهم شغف في البيت تدري الأب بصوب والأم بصوب أتي <applause> المدرسة المدرسة بأسلوبها المدرسة مضغوطة أت... تعلي صوتها وتصرخ عليها تعاملها يعني هذا صراخ إيه بالبيت وياي يمي تخيل اطالع واقول لها لحظه لحظه ترى هذول طالبات يعني انت انتم تشتكون من تطاول الطالبات اذا انت يا المدرسه ما عرفتي تحتوين تعلمينها تعلمي تكلمين معاها عدل شو تبينها تتكلم طبيعي هذا رد فعل طبيعي فانا شو اسوي بالطالبه اقول لها سامحيها تبين حق الطالبه اي شو اسوي لازم <applause> إذا الأبله غلطت لأنه وايد يتألمون لأن الأبلات على بحكم أن هي مدرسة تسيطر على الطالبات وتسمعهم كلام مثل فهي ما تدري معاناة الطلبة ترى مو كل الطلبة يتكلمون. <applause> عندي حالات اللي اللي أنا احتويتهم بكلمة واحدة أنا أعلمهم آلية. طلعوا اللي بقلبهم؟ شنو شو يقولون؟ تخيل لما تجي الطالبة تقول لك أنا ما أحب لا أمي ولا أبوي. اتمنى اني انا اعيش سعيده ما احب امي ما احب لا امي ولا ابوي ليش اسمع اتمنى اني انا اشعر في السعاده واضحك مثل الناس لما يطق جرس الهده البنات يفرحون بيردوا البيت انا قاعد ابكي لاني برد البيت شنو السبب لهالدرجه من من زود الخلاف في البيت امي وابوي كلها يتهاوشون وانا معنا نسبتي 90 ولكن شنو أه على اقل شيء انطق على اقل شيء انسب تقول فكرت اني انا اتزوج بس اخاف الزوج اللي بزوجه <applause> يطلع اسوء قلت لها طبيعي <applause> تشوف عشان ابين لك انا نزلت لان فكر مراهقه حلت مشكله بمشكله قلت لها مو هذا الخطا مو ذنبك ان انت وجدتي في هذا الظروف لكن ذنبك انك انت استسلمتي فانا اعلمهم يسكرون هذا وهذا وتركز على المستقبل لان هي ما لها ذنب قلت لها اذا تبين تضيعي مستقبلك كامل الحين انا معاهم قاعده اتابعهم يعني شوف هذا احد الحالات عندي حالات لو تشوف والله قلبك يعورك الاخصائيات وينهم؟ انا اقول الـ 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 اللي يوصل ولده او بنته آه انه يقول انا ما احب امي وابوي من قلبه بهالطريقه انا اقول امه وابوه احسن لهم يروحون يموتون صراحه لا يعيش لان دام هذا الولد ولدك اللي اللي من لحمك ودمك يقول انه ما يحبك ويكرهك لهالدرجه ما ويقول ما قال حق احد انا ويشكي بس انت ما تستحق انك تكون هذا جزء ولا عامل تستحق الخوف المسؤولين. تشوف عامل الخوف يخليهم تعرف شنو من كثر الخوف مو قادر حتى يركز في مستقبله احد الحالات اللي مسكوها عندها مخدرات في المرحله المتوسطه خلينا ناخذها بعد الفاصل ان شاء الله فاصل مشاهدينا وراجعين من بعدها خليكم معنا <applause> هذا عبير قبل شوي يمكن قبل الفاصل كان عندك سالفه عن وحده قلتها يعتقد مدمنه مخدرات. مو مدمنه البنت مم. صادوها في المدرسه وهي جايبه معاها مخدرات. اه تتعاطى؟ مو تتعاطى. اي للاسف الشديد. تبيعهم؟ لان الابو يتعاطى آه واجبر البنت بحكم القوه تهديد تخيل نفسيه البنت شلون؟ ان ما عطيتي والا. لايك الجسم كذي يعني تقدر تقولي وين قانون حمايه الطفوله؟ هذا اللي احنا نصرخ عليه مم. ترى والله العظيم يعني قاعد يتعذبون يتعذبون غير التحرشات الجنسيه من قبل الاقارب ويخافون يتكلمون ما شو تقول ما تعرف خوف هذا كله ترى ياثر على المستقبل نعم تخيل لما لما تي تلاقي واحد يتالم فقلت لها كل مشكله انا احفظهم هذه كل مشكله ولها حل والحل شنو؟ هذه سهل بسيط مو هذه فلسفتي سهليها بسطيها تنحل يوميا هذه الفلسفه اللي انت على طول ماشي عليها اي سهلها بسطها تنحل اي انا اقول لك يعني في اي موقف في حياتك اي موقف لو كان صعب عندك موقف كذي حصل لك كذي انا عندي مثلا التلفون أذكر لما حولت الارقام من تلفون لتلفون قبل فتره يعني يعطيه العافيه الموظف كان اول يوم يداوم بالمحل مسح لي الارقام كلهم وانا بعد ما يحتاج علاقاتي وربعي واصدقائي وناس وايد يعني عندي تقريبا 2000 رقم او اكثر اي في ارقام ما تدري وين تجيبهم ولا تصير راحوا ضغطه ضغطه زر ضغطها مسحهم كلهم حلو بس مسكت روحي كن وقت كنا وقت برمضان وصايم ما ادري والله شو مسكت نفسي ما ادري بس ضليت من داخل كذي <applause> <applause> برمضان يمكن ما ادري على قولة المخرج يقول ودك تاخذ تكفخة طبعا <applause> انا بعطيك الشعور ال <applause> اللي تدرب على التفكير الايجابي زين صحيح هو الموقف يبطل انا من النوع اتحمل الحمد لله يعني. لا هذا هذا الحين عندك انت عقبه هذا لازم تتخلص من ده الحين اقول لك اللي هي اعطيك التفكير الايجابي في 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 تصرف هذا الموضوع انت لو تبتاخذ من زاويه ايجابيه ان الله سبحانه وتعالى اراد لك انك تستبدل ناس الافضل مم. هذا أبطط حل يمكن اللي يبيك هو اللي راح يجي لك يمكن فاذا والله جد اكثر ترى على فكره جد شفت قاعد اقول لك في اي عمليه اني انا اقنع نفسي هي كل مشكله اوكي راح المشكله اذا الناس اللي يبوني راح يوني يمكن الله اراد اني انا هذول الناس مستواهم مثلا محدود من فكري انه عبء عليك الله اراد انه يستبدلك في الافضل منهم ها النظره اخذها إيجابي. من جانب ايجابي قصدك اي من جانب ايجابي ان الافضل الاحسن راح تلاقي اللي يبيك يجي راح تحس بالسعاده نعم. بالفعل تلاقي انا متاكده ان اضافوا لك ارقام جديده زادوا من نفسيتك للاحسن صح ولا لا يعني هذه نمشي عليها على طول سهلها بسطها ما مسحه ناس يدد سهلها بسطها تنحل شو ايش قلت تو ما سمعت سهلها بسطها تنحل <applause> سهلها انا هذه احفظها <applause> مع الطق عشان يحفظونها في البعض يسهل من موضوع التفكك الاسري او حتى تفكك النسيج الاجتماعي يقول اللي يقول ان الوضع خطير وكذي يبالغ وايد شو ردك على هالكلام؟ هل فعلا شلون؟ هل فعلا الوضع خطير مثل ما انت قاعد تقولين؟ في <applause> وايد ناس يقولون لا الوضع مو خطير والامور زينه في لكن شيء بسيط يعني ما يستاهل ان احنا نضخمه لهالدرجه منو قال؟ اكيد طبعا بيقول شيء بسيط لانه مو عايش ولا مخترق داخل البيوت تسالني آه انا اكثر وحده قاعده اخترق اماكن قاعد تروحين بيوت رح. مع عائلات إيه؟ مشاكل وتقعدين معاهم انا ما عندي مكتب قلت لهم <applause> انا ما ابي مكتب ابي مكتب اقدر احط لي مكتب بس انت لما يجون حلي مثلا شخص عنده مشكله بييني ييني وشعور واحد شبيه في انا انا ما امشي عليه انا اقول عزموني على جلاس ماي قاعده كذي اروح اقعد اراقب الاسره كامله الحوار اشوف العيال شو يتعاملون مع الام عشان كذي اكتشفت في من اكثر من اسر يعني اكثر الناس من خلال ما حل المشاكل ثقافه الحوار والمشاعر جاف يعني جفاف المشاعر في البيت بشكل رهيب جفاف مو طبيعي هذا بشكل عام صاير ترى الا ما قل هذه المشكله الناس الزوج خل اعطيك مشكله واي. واي. دخلت عشان احل مشكله ولا طلعت البيت كلها بسبه شنو جفاف الزوج جفاف الزوج ما احتوى الزوجه وعطى ترى المراه مو محتاجه دائما اقول المراه ترى مو محتاجه فلوس ولكن محتاجه احتواء احتواء في الحب والشعور في الامان انت مم. لما تي تعطي انسان تعامله بحب وتحتويه وتسال عنه ما يحس بالارتياح فتخيل انت تعطيه يعني تخيل انت عندك مسؤوليات انا دائما اقول الزوج عنده مسؤوليات برا البيت بس لما يرجع مثل ما انت تبي تطالب الزوجه انها تحتويك انت لازم تحتويها فتخيل هو ما تعلم مزين. يتكلم كلمات حب لان الاولين كانوا ناشفين حيل وايد عندهم عيب عندهم ما شنو انزين يا اخي شوف الاجانب عيايز حبيبتي وحب والله العظيم شوف يعني قلت ايش معنى هذول يستمرون واحنا ليش؟ عبد الله يسال على الواتساب يقول شلون نقدر نبني اسره من البدايه يعني يقصد قبل الزواج شلون اقدر ابني اسره ونسيج متوحد؟ انزين إن شلون يبني الاسره انا اول شيء اقول له انت اول. زين انا بعدين الاسره لان انت عمود البيت هو الاساس اي شلون ترتب افكارك؟ لان كلمه اذا كان في عندك تحمل كلمه صعب اني يعني انا اتخلى عنها لان في وايد ناس صعب يتخلون عن افكارهم اللي تربوا عليها. بزم. واحيانا افكار يعني لما حل انا احل مشكله اقول انا ترى هني في وقت الحل المشكله عندي خيارين ابيض اسود ما عندي الوان اكون او لا اكون بزم. احيانا افكاري ما تناسب افكارك ولكن هي الصح فتخيل انت طول عمرك في نمط تفكير واحد عمرك ما جربت تطبق فكره غيرك تشوف النتيجة تخاف من التجربة إنزين جرب يا أخي أقول مخدوني على قد عقلي وجرب شوف النتيجة من قر ما حد يدي جرب متشون تتعلم مو بالتجربة أستاذ عبير يمكن أمانة الوقت راح علينا بسرعة أخذنا يمكن تقريبا ساعة والحوار شيق وجميل معاك جدا لكن مثل ما نقول دائما الوقت يسرق ويروح إذا في كلمة أخيرة حابة تقولينها في نهاية هذا اللقاء أنا دائما أقول في كل نهاية برنامج انا ارد اقول واقول حق المشاهدين اخذوا بدام احنا بدايه سنه 2015 تأخذوا هذا القرار وما راح تندمون عليه طول عمركم هذا حق نفسك انت اولا وبعدين حق الاسره ان كان زوج او زوجه او عيال منو ما يكون اي انسان بشكل عام قولوا هذه الجمله قررت من هذه اللحظه اسامح كل من ظلمني حبا لك يا رب رب العالمين راح يرد عليك ويقول لك وانا لست بظلام للعبيد. نعم سمع. ترى هذه طبقونا خمس مرات ورا كل صلاه وراح تحسون في شعور بحياتك بعمرك ما حسيت فيه بحياتك واتحدى اللي يقول لي طبقت وما استفدت. هذه دعوه للتسامح بعد أي. من استاذ عبير واكيد اكيد, أكيد. آه الانسان لان احنا عندنا هذه يقولون ما لا يفعلون انا انفذ ما اقول واشوف التجربه. حتى الاجر الله سبحانه وتعالى من عفى النيت. واصلح فاجره على الله فشنو الاجر اللي ممكن يعطينا رب العالمين في حال نحن سامحنا ومو أي شخص اللي ظلمنا نعم. اشكرك جدا أستاذ عبير ونتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات ثانية في سلام عليكم إن مشاهدينا انتهت فقرتنا الأولى عندنا الفقرة الثانية بعد الفاصل خليكم معنا آه. أصبحت الكويت مليئة بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات خصوصا التأليف والأدب وهالشيء عزز مكانة الكويت وأثرى معرض الكتاب اللي أصبح يزخر بالعديد من الكتاب والمواهب اليوم نستضيف أحد الشباب المهتمين بالأدب والكتابة وراح نتكلم معه عن موضوع هام وحديث عندنا وهي الكتابة باللهجة العامية والانتقادات اللي طالت هذا الموضوع من النقاد والمتابعين وحتى من رجل الشارع العادي رحبوا معي بضيفنا الاستاذ علي الخطير مدرب دولي معتمد بمجال التنميه البشريه وموجه محترف لانماط الحياه ومؤسس حمله جرب اكتب مساك الله بالخير مساك الله بالخير والنور والكرامه احييك واحيي المشاهدين كلهم ان شاء الله نقضي وقت فيه فايده وفي تاثير ايجابي على المتلقي ان شاء الله باذن الله حبيب. بدايه استاذ علي يا نعرف المشاهد باهتماماتك الادبيه شنو الاهتمام الاكثر بالادب والله انا كنت كاتب سابق ما ادري اذا انا يعني قاعد اجاوب في السليم او في, في حسب السليم. ما انا فهمت من سؤالك الكريم انا كنت كاتب سابق في مجله ابواب الكويتيه ومجله شروق للمكفوفين نعم واشتغلت فتره في مجال الصحافه الى ان انتقلت الى, مج... إلى مجال الكتاب... كتابه المقال الصحفي نعم اخذت فتره وكانت لي صفحه ثابته في في مجله ابواب ومجله شروق للمكفوفين بعنوان حاله نبض كنت اطرح فيها قضايا اجتماعيه حاله نبض حاله نبض ليش اخترت هالعنوان اي شيء يعني فز بداخلك مثل ما نقول بالكويتي يعني شيء يخليك تراجع نفسك تراجع حساباتك توقف عند عرفت حلو فتحت هذا المفهوم او هذا المضمون كان كانت مقالاتي بالاتجاه الاسري التربوي علاقه الـ الـ الاب بولده علاقه الام بابنائها لكن بشكل ما كان شوي يعني تقليدي بوجهه نظر شوي مختلفه يعني مختلف. علاقه الاخ في اخته المهم استمرينا الى ان بعدها اسست صفحه في مجله شروق للمكفوفين اسمها مدى الطفوله وكانت هذه الامانه مو من كتاباتي كنت اخذ الادب العالمي واعمل له اعداد وكان يصدر لان انت تدري للمكفوفين شوي يكون الصفحه عندنا تختلف يعني هم الاحرف عندهم كثيره اي يعني. نعم على اللمس فكنت اعمل لهم اعداد استمرينا فتره تحت عنوان مدى الطفوله من اعدادي ادب عالمي وادب عربي المتعارف عليه لان كان في ندره في عندهم الى حد الان ندره في في الكتب أو إن حتى القصص للأطفال تحديداً يعني حتى نعم. الكبار عندهم مشكلة للأمانة أنا أتمنى يعني إن يكون في اهتمام من هالناحية أنا أنا سألتك السؤال عشان ندخل على موضوعنا في هذه الفقرة ادري إن لك اهتمامات بالذات في موضوع اللغة العربية الفصحى لكن رأيك بداية في ظاهرة نسميها ظاهرة اليوم عندنا ما شاء الله عدد كبير من الشباب توجه إلى الكتابه والى الروايه أين؟ وشفناهم بالذات في مرض الكتاب الاخير واللي قبله كثير من الشباب اعداد مو بسيطه صحيح اول شيء ايش رايك بهالظاهره؟ والله شوف هي كظاهره يعني هذه ممكن بدات يعني تتضح من خمس سنين تقريبا اذا ماني غلطان اربع سنين الى خمس سنين يعني بدات هذا كثافه الكتاب الشباب يعني يظهرون على الساحه ويكون لهم تواجد وفي لهم اقبال يعني هي بصراحه ظاهره تفرح آه لكن آه مثل الشيء اللي يعني حاليا في شويه انتقادات يعني احنا ممكن في سياق الحلقه ممكن نتكلم عن هذا الموضوع بس كظاهره نقص توجه الشباب الى الكتابه والروايه كظاهره اكيد انا راح اروح لموضوع اللهجه والكتابات لكن يعني كتوجه كتوجه فيه؟ اكيد وانا يعني انا كنت من الاشخاص اللي ممكن كان عندي تبني لهذا المفهوم يعني من خلال بعدين تاسيس نادي حالة نبض كان هو نادي عبارة عن يساهم في التحفيز الإبداعي للأشخاص اللي يرغبون في الكتابة للأشخاص اللي يحسون دائما في حوار في داخلهم في صوت داخلهم يبون يعبرون عن ذاتهم سواء كتواصل يعني تواصل مع الذات أو كعملية إبداعية يعني إنه هو في المستقبل يصير كاتب وكان هذا النادي الأمانة يعني أسسته بالتعاون مع مشروع الجليس لتنمية الثقافة والفكر أه وكان الأمانة يعني شيء ناجح كنت الامس يعني اعمار مختلفه يعني عندي من 17 سنه الى يعني كثر ما انت تبي يعني ما شاء الله يعني انا كنت اشجع يعني بالعكس انا اشجع هذا هذا الشيء وانا اشوفه يعني شيء ايجابي هالشباب يلقون دعم حقيقي من خلال هذا الدعم يقدرون انه يبدعون ويقدمون شيء جميل من خلال كتابات وروايات بالذات احنا قلنا في زياده بالاعداد هل هذا الزياده جت بعد وجود دعم يعني قبل ما كان في دعم ولا الى اليوم وضعهم الشباب من ناحيه الدعم والله شوف هو اللي يبي يكتب شنو يحتاج دعم هو يحتاج مشاعره وافكاره واحاسيسه وشنو القضيه اللي يبي يتبناها في كتابه لكن آه للامانه انا من خلال احتكاكي في ادبائنا الكبار حتى الكتاب الشباب او الاعمار المتوسطه آه في آه في احتواء في حب يقول لك تعال عندك انت يعني عندك تبي تسجل ملاحظات على نصك قبل ما تروح للنشر قبل ما تتوجه للجمهور حتى من دور النشر يعني الدعم يمكن قبل ما كانت تستقبل كثر ما تستقبل اليوم نعم لان الحين م. يعني صار في يعني في السنين الاخيره ايضا في دور نشر كويتيه يعني فالشباب صار اسهل لهم انه يتوجهون بدال ما مثلا يسافرون لبنان او سوريا او م. الاردن او م. مصر بالعكس انا اشوف ادبائنا الكبار يعني مثل أستاذة ليلى العثمان، استاذ طالب الرفاعي، اسماعيل فهد اسماعيل مع حفظ الالقاب لهم جميعا، استاذه سعديه مفرح وقيسها على اسماء ثانيه في احتواء يقولون تعالوا للشباب تعالوا نقعد معاكم نقرا نصكم نقول لكم الملاحظات شو لكم شلي عليكم هذا راح يرفعكم هذا يرتقي في مستوى الادب هذا لا في عليه ملاحظات بس يعني تقصد ان الكبار من الجيل القديم موجودين مو مقصرين مع الشباب قاعد يحتوونهم وقاعد يعني اقولها بالكويتي يهبلون <applause> والله ادبائنا يهبلون يعني مثل البلسم يعني والله العظيم الله شاهد دائما يحتوونك هو يقول تعال انا ابي امسك ايد الشباب لانه هو مؤمن باهميه الادب واهميه الثقافه في وتاثيرها على المجتمع على البيت الكويتي قيسه يعني احنا دامنا بالكويت نقول البيت الكويتي لكن قيسه على المجتمعات ادب دائما يحرك نعم. دائما يحرك الفكر يحرك المشاعر بس في من المظاهر اللي, يمكن صار لها انتقاد كثير من الناس نعم. مثل ما قلت يمكن قبل شوي من الكتاب من النقاد من حتى نعم. رجل الشارع العادي يعني صحيح. يعني اليوم حتى نقعد بالديوان يقول يا رايكم قريتوا الروايه الفلانيه كانت باللهجه العاميه وحكي ما اللهجه العاميه ما تصلح في كتابه الروايات او شيء شرائك في الظاهره اللي انتشرت نعم في هذه الفتره بعد ما مع مع بروز الشباب شوف هو كاستخدام للهجه العاميه حتى الادباء الكبار استخدموا اللهجه العاميه لكن مش من الجلده الى الجلده يستخدمها في خصوصيه المكان او خصوصيه الروايه الروايه مم. تتكلم عن هذه البيئه الحوارات اللي فيها تحتاج انك انت تستخدم مفردات عشان تاكد على خصوصيه المكان اللي هو قاعد يرمز له زين فيستخدم اللهجه الكويتيه مثلا نقول يستخدم في الحوار حوار بين شخصين مهم فيحط اللهجه الكويتيه لكن بعدها تشوف يحطون مثلا على علامات الترقيم والامور هذه يحط تحت انه شنو معنات الكلمه كانه يترجمها للقارئ العربي نعم او اللي راح يترجمها مثلا لا اليوم من الجلده لكن هذه من الجلده الى الجلده كلام يعني اللي ما في <applause> استحاله يقراها غير الكويتي يعني ما علي. احنا نقول ممكن قله وعي لكن هم يعني حبايبي يعني كتابنا الصغار يعني انه حتى بدليات يعني وما يرضى ممكن حتى يوصلون لمرحله في بعضهم انه ما يرضى احد يصلح له يعني حتى لغويا. فهم وقعوا في هذه المشكله وواجهوا انتقادات كثيره يعني للامانه من الكتاب الكبار وحتى ترى الشباب والمراهقين وهذا انا لان عندي احتكاك كثير في هذا في الاشخاص ف شفت استياء خاصة في معرض الكتاب الأخير شنو هذا ما يصير كذي شنو قاعد بس آه هو ممكن صار هم ال استخدموا آه اللهجة العامية زين بشكل غير سليم في من يعتبر انه ضعف يعني يقول لك لما يكتب لهجة العامية فهو ضعف لأن اللغة اللغة العربية نعم يبي لها اتقان يعني ما تكتب أي كلام باللغة العربية لكن باللهجة العامية أنت تكتب كلامك العادي صحيح فيقولون انه ضعف انت تعتقد أن ضعف صحيح أه هو ممكن يكون هو ممكن يكون ضعف او ممكن يكون توجه احنا ما نبي بس دائما ننتقد احنا نقول بالعكس اذا هو ممكن قاعد يكتب كتعبير عن الذات كتعبير عن قضايا الشباب لان دائما الشباب لهم وجهه نظر هم هم في هم هم عايشين على هذا على هذا المسرح مسرح واقعهم نعم فممكن اللي اكبر او اللي ابعد او هذا له وجهه نظر مختلفه احنا ما نقول اللغه هي اميه مو يعني موضوع مو 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 استخدام اللغه أنه هو اميه بالميه غلط أه لا أه صحيح هو يحد من عمر الكتاب او من ان انه إن يتوسع حتى كانتشار إيه انتشار يعني انت محدود في الكويت مثلا انت تكتب بالعاميه الكويتيه باللهجه الكويتيه انت محدود راح تبقى في الكويت اصدارك ما راح مثلا يروح مثلا لدول عربيه مجاوره او, أو يعني فانت يعني نقصت قيمه بالاضافه ان أهما ممكن من غير وعي ممكن يظلم نفسه لانه حتى لو عنده طموح انه هو مثلا يصير في المستقبل اديب او انت حتى اصداراتك ما تقدر تشارك فيها في مسابقات حتى في الكويت. في يمكن ادباء بعدك كبار لشيء ابعد من كذي، قال نعم. لك هذا هذه الكتابات تعتبر تقليل من شان اللغه العربيه يعني لها الدرجة من حوه ما اعتقد يمكن للغه نعم. العربيه. هم بعد ممكن يكون هالشيء هذا صحيح؟ والله هو تقليل من شان اللغه العربيه انت قلت هذه الكلمه تحديدا أه ممكن وجهه نظرهم كل وجهات النظر يعني انها تكون متاحه بس هم أه لأن شنو أهما شنو سووا استخدموا اللغه العاميه بالاضافه لمواضيع ركيكه واستخدموا يعني هم نقولها استخدموا المواضيع حتى قامت مقاطع منها يعني يعني هذه انتشرت هذا شيء تشوفه أيوه هو شيء مخجل صراحة. يعني بصراحه شوف انا اقول لك في الادب العالمي كله ويمكن حتى الخليجي وحتى الكويتي في ما هو يعني هذه الاشياء اذا ممكن اذا تسمحوا لي اقول يعني الامور مواضيع الجنسيه او اللي لها علاقه مثلا بالمشاعر بس هو في فصل بين الاشياء الجنسيه والمشاعر موجوده في الادب موجودة في الأدب يعني من من عمر الدنيا موجودة لأن إحنا حياتنا عبارة عن سياسة ودين قضايا اجتماعية وهذه الأمور الثانية يعني واحد ما يقدر ينكر هذه الأمور بس أه هم استخدموها بشكل بس في شيء يناسب مجتمع في شيء ما يناسب في شيء ما تناسبنا بس شوف هم عملوا نقطة يا ليت لو كنا يعني نواعين عليها أو أنا أحب يعني أسلط عليها الضوء هم شنو؟ هم عملوا كتاباتهم هذه لو احنا نجمعها نقراها راح نشوف هم كان هذه الكتابات صارت مرايه منظار ما يعني شباك لتشوف واقع الشباب الشباب اللي يعني الشريحه الكبيره في المجتمع هم قاعد يقول لك احنا كذي قاعدين نعيش هو يمكن مو هذا قصده هو يمكن قصده انه يعبر يكتب قصه الامور هذه لكن هو قاعد يقول لك قاعد قاعد يقول حق الاسر قاعد يقول حق الاشخاص المسؤولين ترى هذا واقعنا ترى هذه اشياء قاعد تصير حتى لو انتم ما تبون وتقولون باسم العادات وباسم التقاليد بس يمكن في اشياء وايد حتى لو نقول انها موجوده اليوم احنا ما نقدر نقول إيه هذه الاشياء موجوده عند بس الكل بس ما تعبر عن واقعنا ولا تعبر يمكن عن عاداتنا او تقاليدنا اشياء احنا نعتبرها يمكن كمجتمع دخيل علينا ما م. نقبلها اصلا نعم حتى الناس ما يتقبلون ليش يقول نعم حتى رجل العراق. الشارع العادي بالديوانيه وبالبيت وبالدوام يتكلم عن هالموضوع يقول شفتوا شو اللي مكتوب هذا في واحد كاتب نعم روايه كذي كذي حتى قام قلت لك مثل ما تتوزع بالواتساب، لكن خلينا نروح لمعرض الكتاب، اول شيء ايش رايك في معرض الكتاب وهل الشباب اليوم يجد فرصه مناسبه صحيح من خلال معرض الكتاب في نشر رواياته واسمه نعم ك يعني نتكلم البروز انه يبرز من خلال هذا المعرض لخارج الكويت؟ شوف أنا بس أحب أنوه على نقطة في السؤال السابق استخد... الكتاب الشباب استخدموا أنا أتمنى نحتويهم أنا بس عشان ننهي هذا الموضوع إذا مهم. أنت حاب تنهي أنا أتمنى نحتويهم بدل ما نواجههم إن نهاجمهم عفوا ننتقدهم نعم. الانتقاد الإيجابي الصحيح السليم أه المدروس راح يخليه عرف أه هو في شنو غلط لكن أنت لما تقول له أن أنت بس غلط وتواجهه فهو راح يصر على موقفه يس يستمر في الغلط اتمنى ان نحتويهم اكثر وهذه الظاهرة اتوقع هي ما راح يعني هذه الاشياء السلبيه كلها عمر دام الكل واعي يعني في في وعي أنا اللي لامسته أن في وعي بشكل عام هذه تبقى ظاهره لكن مع الوقت حتى القارئ صغيره وتروح حتى القارئ اللي يتوجه لهذا هو مرده راح يكبر راح يتوجه لقراءات ثانيه راح تناسب فكره راح تناسب فانا اقول هو الادب خير او الثقافه في الكويت يعني احنا نحب الادباء ما اي بالعكس وممكن هو مع يعني ممكن نعطيهم الدعم لكن صحيح لكن مثل ما قلنا احنا في اشياء ما تناسب صحيح هو استخدام المباشر دائما تشوف حتى في افلام السينما الفيلم حتى النقاد يقولوا لك هذا فيلم ركيك لانه كان في مثلا شيء مباشر صحيح المباشر دائما الناس شوي تكش تكش منه صح انك تقدمه كرمز تقدمه ك يعني ايحاءات معينه ممكن هني الناس تتقبلها وانت توصل فكرتك. صحيح، رايك معرض الكتاب؟ معرض الكتاب. آه، معرض الكتاب يلقى الشاب نفسه انه ممكن انه يبرز من خلال هذا المعرض؟ اكيد لانه هو يعني بصراحه احنا نقول بالكويت هو بمثابه عرس، يعني احنا نحتفل بهلا فبراير. زين. احنا عندنا معرض الكتاب يعني حق الاشخاص اللي يحبون القرايه وهذا، هو مثابة هلا فبراير يعني يعني هلا بمعرض الكتاب عرفت؟ آه بالعكس يلقى الاجواء الصحيه يلقى الاصداء يلقى آه الاهتمام ما شاء الله عليهم يعني لو انت يعني تحضرون معرض الكتاب تشوفون يعني الكتاب الشباب او حتى الكبار يعني كانهم نجوم سينما يعني كانهم ممثلين هوليوود يعني مم. ناقص ريد كاربت و آه حفل توقيع حفل يعني في اجواء مم. بالعكس سليمه حتى لو تم فيها بعض الانتقادات او بعض في بعض الاشخاص يعني بالغون في بعض الامور في التظاهر وفي الامور هذه بس بشكل عام هو حاله صحيه متنفس. علي شلون ممكن الكاتب ينمي موهبته؟ اليوم انت مثلا ككاتب نعم تبدا بممكن شيء بسيط اكيد ما راح يبدا الكاتب نعم استاذ على طول نعم ممكن يبدا بكتابات حتى لو كان فيها ابداع وجمال لكن يبقى انه مبتدئ، شلون يقدر ينمي هالموهبه هذه ويكبرها ويحسنها الى الافضل؟ شوف هو بشكل عام اي شخص ممكن تساله هالسؤال شخص مهتم في الثقافه وهذا يقول لك الشخص مهم انه يقرا كثر ما يقرا كثر ما يصير عنده حصيله من الثقافه من المفردات من الامور هذه فهذه ترفعه تخليه يرتقي زين. ايضا انا اقول ممارسته للموضوع نفسه ممارسته للكتابه مه. انا احب اكتب خواطر احب اكتب مقالات بس انا ما اعرف شنو مقال اشوف اتصفح انت ما يقرا ويتصفح اي لا 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 لازم لا لازم يكون ممكن بالبدايه ما يك ما يكون عنده اهتمامات لكن انا اقول له انت بعد فتره هو راح يحس ان في شيء هو مو قادر يتطور زين فراح هو يبحث عن السبل والحين الاشياء متاحه وانا ممكن اذا سؤالك هذا انا اوجه دعوه حق كل الاشخاص اللي حابين انهم يتوجهون لموضوع الكتابه او يمارسون الكتابه او يحب يعني موضوع كتحفيز آه انا اقول لهم تواصلوا معي على الانستغرام او على تويتر مجرد ما تكتب هاشتاج جرب اندرسكور اكتب مع الهمزه فوق الالف معنا في انتقادات كثيره يت ان ليش هو تنكتب من غير الهمزه انا اقول أنا بها النطق كويتيه هي حمله كويتيه جرب اه اكتب آه خلي يتواصلون معي جرب اكتب مع الهمزه فوق الالف الهاشتاج هذا راح يوصلهم حق الأكاونتات تبع الحمله او اكونتي الخاص في الـ في الـ في الانستغ في تويتر او الانستغرام. أه دام انك جيت للحمله نعم. جرب اكتب هذه الحمله انت اطلقتها. نعم شنو هدف هدفك الاساسي من الحملة شوف هي إيه شنو تبي اللي يكتب؟ يكتب روايه ولا يكتب مقال ولا شنو يكتب؟ احنا شوف انا ت... انا عندي ه... بصراحه انا اقولها انا عندي هم كبير هم مجتمع كبير. احنا ممكن ما نبي نكون سلبيين بصراحه بس احنا نشوف احنا اشخاص عايشين في هذا المجتمع قاعدين نشوف بشكل يومي قضايا واشياء وامور ممكن تخلي الانسان محبط صحيح ودائما حتى كل الناس ممكن تتكلم بالاشياء السلبيه لكن الاشياء الايجابيه نادر ما تلقى ممكن احد يتكلم عنها صح الناس تركت الايجابيه نهائيا صار ما, ما نقول السلبية. نهائيا بس صار استسهال انت إيه؟ الحين صار ما في الا السلبي اليوم صحيح احنا م. احنا لان ممكن تعودنا ممكن هذه بالثقافه صارت او يعني اقصد تداول الناس لو انت مثلا تاخذ مثلا مركز معين او تفوز بجائزه معينه راح يعني يا دوب ممكن تلقى كم واحد اللي يحبونك وايد هم اللي يتكلمون او يعني انه يقولون حق الناس، لكن لو انت مثلا توقع في مشكله، تطيح بمشكله تشوف ما شاء الله على قولتنا العياب عند الباب يعني. ف انا بحمله جرب اكتب اقول أشخاص هي فيها اكثر من جانب الامانه، فيها جانب تربوي، جانب اجتماعي، جانب ثقافي. أه الجانب الثقافي او الادبي هو ان انا بالعكس انا ودي اوجه الناس لموضوع الكتابه أه نحفز المبدعين نكتشف مبدعين هذا جانب ونوجههم للتوجه السليم شلون كانت ردود على الحمله هذه؟ شلون تجاوب معك أه علي؟ أه والله هو في تجاوب أه لكن الى حد ما يعني مثل الشيء اللي قاعد ينطبخ على نار هاديه عرفت؟ زي آه زي آه تجاوب تجاوب آه توكم بلشته وكم صار لا بلشتا. انا الحين للامانه يعني من 2013 احنا كملنا السنه دشنا الحين هذه في السنه الثانيه الحمد لله، الاصداء طيبه وانا متوقع يعني خلال يعني السنوات القادمة أو الفترة القادمة إن شاء الله راح يصير في أه تفاعل أكثر تفاعل أكثر لأن أنا أصلاً قاعد أتوجه لأمور ثانية مختلفة أبي أوصل ما أبي بس الناس هم لي أنا أبي أروح للناس في أحد يساعدك من خلال الحمد أه أه لا والله هي قائمة بجهد ذاتي مني أه وأنا مؤمن فيها إيمان كبير يعني كثر ما تتخيل فقلت لك هي فيها جانب الإبداعي أو جانب الأدبي أو الثقافي بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي النفسي انا اقول حق يعني جزء من الحملة يقول للناس أه انت ما تحتاج موجه ان او شخص يقول لك انت اعمل كذا وكذا وكذا انت صير موجه لحياتك نعم انت أه يعني انتفض على واقعك انت تقدر تقرر شو اللي تبيه اذا احد حبي يشارك معك بالحملة هذه يشارك ولا عادي؟ يشارك من اي ناحيه؟ يساعدك يعني يقول لك بساعدك والله الساعه المباركه بالعكس ان شاء الله يعني هو في توجه اكبر لانه يعني احنا تو انا توجهت للامانه للمدارس في السنه الاولى صار في توجه للمدارس، صار في توجه للشباب مثلا المراهقين الامور هذه لكن انا ابي اتوجه كل الناس، انا للامانه انت ما تتخيل ايش كثر ممكن يوصل لي دايركت او الامور هذه على الانستغرام او مثلا بتويتر الناس تدعي لك تخيل انت مجرد انك انت بشكل يومي او تعطي رسائل من خلال الكتابه تقول حق الشخص انت وصل حق اللي انت تبيه. علي كلمه اخيره حابة تقولها كلمه الليلة. اخيره انا بس اخذنا الوقت ترى انا شاكر لك في يعني في البدايه عساك القوه يعطيك الصحه والعافيه وتقديري لكم انت والاستاذ محمد جمعه لكن انا احب اقول كلمه اذا الوقت يسعفني. طبعاً. انا اقول للشباب بشكل عام أه لكل شخص عايش على هذه الارض بامانه وبصدق اقولها خلونا نرتقي شوي خلونا أه يعني نشوف أه فقدنا شوي موضوع العفه العفه في الاخلاق في, في السلوك في في يعني في وايد امور مم. في وايد امور يا ليت نرجع حق هذه الاشياء يا ليت نكتب حاضرنا أه بشيء يفتخر فيه الوطن ونفتخر فيه احنا مثل ما كتبوا شهدائنا هذول اللي راحوا دمهم ما راح حدر، انا اقول هالكلمه وبالامانه انا ممكن احتريت او يعني أه الشهداء هذول ماتوا وراحوا علشان احنا نعيش على هذه الارض، بالنهايه مو عشان بس نضيع في اشياء بعيده عن العفه وبعيده عن اخلاقياتنا نعم ونمارس الادعاء. انا يعني كل امل في ابناء مجتمعي الامانه عيالنا اكيد كلهم فيهم الخير انا اشكرك جدا اخوي انا علي شاكر علي لك حبيبي يعني طول بعمرك عساك على القوه ونتمنى مثل يمكن حتى فقرتنا الاولى تكلمنا عن لغه الحوار <applause> وثقافه الحوار والاستماع وايضا يمكن انت من خلال كلامها 100% في يعني في اشياء صحيحه فعلا نتمنى ان ان اليوم لغه الحوار تكون جميله وجيده وفي استماع وفي حسن ظن بين الناس أكيد. يبعد كثير من المشاكل اللي قاعد تقتل كثير اشياء جميله عندنا في المجتمع وحتى في الاسره، اشكرك جدا. انا اللي شاكر لك حبيبي. واشكر مشاهدينا على حسن المتابعه، نلقاكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده من سلام يا كويت، مع السلامه.